أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي والزراعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة ومراجعة لمادة الفيزياء للصف الأول. الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على بعض موضوعات المنهج، استعرضنا كل المواضيع واتكلمنا بشيء من التفصيل على الكميات الفيزيقية ومعادلات أبعادها، وعرفنا إزاي بنكتب معادلة الأبعاد. خدنا معادلات الحركة الأولى والثانية والثالثة وحلينا عليها بعض المسائل الرياضية البسيطة، ثم بدأنا في الكلام على قوانين نيوتن الثلاثة. استعرضنا القانون الأولاني، والنهاردة بإذن الله هنحل بعض الأسئلة على الجزئية اللي تم شرحها، بالإضافة لأن احنا هنتكلم على قانون نيوتن الثاني والثالث. تعالوا معانا نشوف الصيغ المختلفة للأسئلة اللي ممكن تجيلنا على الجزئية دي. تعالوا معانا نبص كده. ده السؤال الأول مثلا، لما بيجي يقول لك ضع علامة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. أخد بالي كويس جدا من رأس السؤال، لأن لو أنا كتبت صح أو غلط وما كملتش التصحيح معنى كده إن أنا هفقد نص الدرجة بتاعتي. تعالوا نشوف السؤال كده، بيقول لي حركة الإلكترون حول النواة تعتبر حركة انتقالية. الأول هشوف الجملة بتاعتي دي صح أو خطأ وأحط العلامة بتاعتي طبعا غلط، لأن دي حركة إيه؟ حركة دورية، وبالتالي لازم أكتب الإجابة الصحيحة بتاعتي. نشوف صيغة تانية من الأسئلة. اذكر اسم المفهوم العلمي، وقلنا إنه ممكن يجي لك التعريف بصورة عرف، وممكن يجي يقول لك اذكر اسم المفهوم العلمي. كمية فيزيقية يلزم لمعرفتها معرفة كميتين أساسيتين أو أكثر، دي الكمية المشتقة. زي إيه؟ زي السرعة، زي العجلة، زي القوة. يعني عشان أعرف الكمية دي لازم أعرف كميتين أساسيتين عشان أقدر أحددها. يعني إيه برضو عشان نفهم؟ أنت لو جيت قلت لي أنا رحت اسكندرية، أنا بمشي بسرعة كده، هقول لك أنا ما عرفتش. ليه؟ أنت قلت لي المسافة اللي أنت قطعتها، لكن ما حددتليش الوقت اللي أنت قطعت فيه المسافة دي. يبقى هنا لازما عشان أعرف أحدد سرعتك لازما أعرف المسافة اللي أنت قطعتها دي مقدارها قد إيه وفي زمن قدره قد إيه. يبقى هنا محتاجة كميتين أساسيتين، احتجت المسافة واحتجت كمان الزمن، ودي ما يطلق عليها اسم الكمية المشتقة. تعالوا مع بعضينا نتابع. لو جه قال لي كمية فيزيقية متجهة تعبر عن المسافة الفاصلة بين نقطتين مقدارا واتجاها، يعني مسافة وليها اتجاه، ده هنا بيقصد بيها الإزاحة. سقوط جسم تحت تأثير وزنه فقط، ده عبارة عن السقوط الحر اللي الأجسام بتسقط فيها تبعا لتأثير عجلة الجاذبية الأرضية. العجلة المنتظمة التي تتحرك بها الأجسام الساقطة سقوطا حرا نحو الأرض. خد بالك من التعريف ده، بيتكلم على العجلة المنتظمة، يبقى أكيد التعريف بتاعي هيبقى إيه؟ هيبقى عجلة السقوط الحر. تغير حادث في موضع الجسم في الفضاء مع الزمن. التغير اللي هيحدث في الموضع بتاع الجسم ده عبارة عن الإيه؟ عن الحركة، واللي اتكلمنا عليه بالتفصيل الحلقة اللي فاتت. سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة، أنا خدت أنواع كتيرة من السرعة، لكن عند لحظة زمنية معينة يقصد بيها السرعة اللحظية، حتى التعريف جاي من إيه؟ الاسم جاي من التعريف بتاعي. النسبة بين سرعة وحدة الكتل وسرعة الجسم عندما يتأثران بنفس القوة. اتكلمت هنا عن سرعة وعن كتلة، يبقى هنا أنا اتكلمت على إيه؟ على الكتلة القصورية. كمية قياسية تعتبر مقياسا للقصور الذاتي للجسم، وكتير مننا ما بيعرفش التعريف دوت، لكن ده أحد تعريفات الكتلة. اكتب ما تعرفه عن ساعة السيزيوم. ساعة السيزيوم دي يا أولاد المقصود بيها الثانية تبعا للساعة الذرية، ولكن هو ممكن ما يجيش يقول لك عرف الثانية بدالة الساعة الذرية ويقول لي عليها إيه؟ ويقول لي اتكلم عن ساعة السيزيوم. يبقى أنا هكتب نفس التعريف، يبقى ساعة السيزيوم هقول عليها بالشكل ده كده، هي الفترة الزمنية التي يستغرقها عدد معلوم من ذبذبات الإشعاع المنبعث من ذرات السيزيوم 133، ولذلك يطلق عليه تعريف ساعة السيزيوم. تعالوا يا أولاد نبص بقى على السؤال ده. ده رسم بعين. نبص على الرسمة الأولانية كده، أنا عندي علاقة بين الدي والتي. إحنا عارفين إن الدي بتمثل عندي المسافة والتي ده الزمن. العلاقة اللي تربط المسافة بالزمن ده تعريف مين؟ تعريف السرعة. طيب شايفين الخط البياني بتاعي دوت على الرسم البياني، الخط اللي موجود خط مستقيم، إذا هذه سرعة إيه؟ سرعة منتظمة.
طب لو كان متعرج هتبقى سرعة غير منتظمة. نبص معانا على الشكل التاني، هلاقي العلاقة بين في السرعة وتي الزمن. في على تي دي بيمثل لي ايه؟ العجلة. والخط عندي بالشكل المنحني ده معناها ان هي عجلة غير منتظمة. تعالوا نشوف المسألة دي مع بعضينا، ويا ريت يكون معانا ورقة وقلم ونبدأ نكتب فيهم البيانات بتاعتي عشان خاطر اعرف احل المسألة معايا. اسقطت كرة من السكون من ارتفاع 40 متر فوق سطح الارض، احسب سرعتها قبل اصطدامها بالارض. نمرة 2، ده طالب مطلوب تاني الزمن اللازم لوصولها الى الارض، علما بان عجلة السقوط الحر تساوي 9.8. طب انا لو بصيت كده، انت دلوقتي طالب مني مطلوبين، خد بالك وانت بتحل المسألة انك تشوف هو طالب منك كام مطلوب، عشان ما للسرعة تحل المطلوب الاولاني وما تحلش تاني بعد كده، لا خد بالك. وبعدين امسك البيانات بتاعتي وابدأ اشوفها. طب هو دلوقتي ما ادانيش غير مسافة واداني العجلة، اجيب له المطالب دي منين؟ هو في الاول لو ناخد بالنا قال لي كلمة اسقطت. كلمة اسقطت دي ممكن اطلع منها كلام وبيانات كتيرة جدا. كلمة اسقطت اولا معناها انها بدأت الحركة بتاعتها من السكون. الجسم لما يسقط يبقى انت مثلا ماسكه في ايدك كده، يبقى سرعته كانت ايه؟ صفر. يبقى السرعة الابتدائية بتاعتي بايه؟ بصفر. كمان هو حتى لو ما قالكش ان العجلة 9.8، الاجسام الساقطة او المقذوف بيها الى اعلى بعتبر العجلة بتاعتي 9.8 لانها بتسقط او بتتحرك في مجال الجاذبية الارضية. طيب كلمة اسقطت معناها ان في نود اللي هي السرعة الابتدائية، زي ما خدنا الحلقة اللي فاتت السرعة الابتدائية بطلق عليها اسم في نود، هتساوي صفر. والدي المسافة 40 متر، وعايز سرعتها قبل الاصطدام، يعني عايز في ايه؟ في فاينل، عايز في اف، وكمان عايز الزمن. طب يا اولاد بما انه هو اداني مسافه، يبقى انا لازم هشتغل على ايه؟ على المعادله الثانيه او الثالثه. مش هينفع اشتغل بالمعادله الاولانيه لان المعادله الاولانيه ما فيهاش دي. تعالوا كده شوف، احنا حاطين البيانات بتاعتي، الدي بتساوي 40، الفي نود بتساوي صفر، التي اللي هو الزمن مجهول، الجي 9.8 والفي اف مجهولة. طب هتقولي ايه الجي دي؟ هي العجلة، بس عشان بتكلم على عجلة الجاذبية الأرضية جرافيتي فبرمز لها بالرمز ايه؟ جي. بس هي العجلة. ادي القانون الأولاني اللي هجيب بيه المطلوب الأولاني لإيجاد السرعة، في اف تربيع بتساوي في نوت تربيع زائد 2 اي دي. هبدأ أعوض. لما يجي يقول لك الجسم بدأ من سكون، تعرف على طول ان الفي اف تربيع هتساوي 2 اي دي، وانا هنا عوضت عن الاي بالجي عشان دي عجله جاذبيه ارضيه. هبدا اعوض عادي خالص عن كل بيان، عندي الاثنين نازله، الجي 9.8، الدي ب 40 باستخدام الاله الحاسبه بتاعت سيادتك هيديني 784. اوعى تقول لي ان دي السرعه، ليه؟ انت كده جايب في اف تربيع، عشان اجيب الفي اف برافو لازم اجيب الجذر بتاعها. خد بالك برضو من المساله عشان خاطر ما تغلطش، الفي اف هجيب جذر 784 هيطلع 28 وايه متر لكل ثانيه، لان انا بجيب سرعه. طيب الجزء الثاني بقى من السؤال من المساله، عايز الزمن. اشتغل عادي على المعادله الاولانيه، في اف بتساوي في نود زائد اي تي. الفي اف انا جبتها ب 28، الفي نود بصفر، العجله ب 9.8 والزمن هو اللي مجهول، هتبقى 28 بتساوي 9.8 تي. طبعا بسهوله جدا ممكن اجيب قيمه التي، ان انا اودي 9.8 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره فهتبقى اسمه، وهتساوي 2.8، وما انساش ان انا بجيب زمن، يبقى وحده القياس بتاعتي بايه؟ بالثانيه. يبقى انا ما اتخضش من المساله، ببساطه شديده هيها نفس القوانين اللي انا اشتغلت بيها قبل كده. طيب تعالوا نبص كده على المساله دي، قذفت كره الى اعلى. احنا قلنا ايه يا اولاد؟ قذفت يعني اتحركت في عجله في مجال الجاذبيه الارضيه بالنقطة ما، فعادت إلى نفس النقطة بعد 4 ثواني من لحظة إطلاقها. احسب السرعة الابتدائية. أنا لو بصيت للمسألة مش هلاقيه مديني غير معطى واحد بس، أجيب إزاي؟ أجيب من بقية المعادلة إزاي؟ ببساطة إحنا قلنا لو الحاجة قذفت إلى أعلى هي بتتحرك برضو في مجال الجاذبية الأرضية، وهنا بستعمل قيمة عجلة الجاذبية الأرضية بالسالب. ليه؟ عشان أنا طالع عكس الجاذبية، طالع إلى إيه؟ إلى أعلى. يبقى أنا دلوقتي مجرد ما قال لي قذفت إلى أعلى، يبقى أنا جبت هنا مين؟ جبت السرعة بتاعتي النهائية. لأن لأي جسم يا أولاد هتيجي تحدفه لفوق كده، جرب تحدف حاجة هتطلع تطلع تطلع، مهما تطلع هترجع تعمل إيه؟
تسقط تاني في اتجاه الجاذبية الأرضية، بس قبل ما بتسقط بيحصل لها ايه؟ سرعتها بتصل للصفر، يبقى السرعة النهائية بتاعتي هتبقى بصفر، الجسم هيفضل يطلع 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 لغاية وسرعته تقل تدريجيا بسرعة تدريجيا لغاية ما بوصل لدرجة الايه؟ سرعة بتبقى صفر، بعد كده بتبدأ الجاذبية الأرضية تشده إلى أسفل، زي ما هنشوف كده. بص معايا، لاعب الكرة لما بيقذف الكرة إلى أعلى اعرف على طول ان الفي النهائيه الفي اف بزيرو، واعرف انه بيتحرك بعجله سالبه. لما يبدا الكره تسقط يبقى في نود هي اللي بزيرو ويبدا ينزل بعجله موجبه. تعالوا نشوف المساله بقى نحلها ازاي. الفي نود عندي مش موجوده، الفي اف خلاص انا عرفتها انها بزيرو. عرفتها منين؟ عرفتها نتيجه ان انا قال لي كلمه قذف. الاي او عجله الجاذبيه الارضيه ب 9.8، ممكن اكتبها جي ممكن اكتبها ايه مفيش مشكله. التي الزمن دلوقتي بيقول لي قذفت الى اعلى وعادت في 4 ثواني، يبقى اذا في الحاله دي ايه؟ اعتبر الزمن باربعه؟ لا، انا هنا هعتبر انها طلعت في دقيقتين ورجعت نزلت تاني في دقيقتين، سوري في ثانيتين ونزلت في ثانيتين، يبقى انا هنا هتكلم على الزمن بتاعي على انه 2 ثانية بس. تعالوا نشوف القانون ببساطة شديدة جدا. في اف بتساوي في نود زائد اي تي زي ما اتعلمنا. هنبدأ نعوض عن قيمة كل البيانات اللي عندي. الفي اف بزيرو، الفي نود مجهولة فبحطها زي ما هي، اوعى تقول لي دي مش موجودة فما احطهاش. زائد خدوا بالكم انا حطيت الاشاره بتاعتي بالسالبه لانها قذفت الى اعلى، سالب 9.8 في 2، والفي نوت كده اضرب 2 في 9.8 واديهم الناحيه الثانيه عشان الاشاره بتاعتي تختلف، وما انساش ان انا عندي ايه؟ عندي السرعه بمتر لكل ثانيه. طيب نشوف بقى صيغه ثانيه من الاسئله اللي موجوده عندنا. الامتحان مش كله هيبقى مسائل، في كمان اسئله لكن قد تجد صعوبة في انك انت تحل الاجابة الصحيحة ليها. اقرأ السؤال كويس جدا وهتلاقي نفسك عرفته. زي مثلا كده بيقول لي اكمل. تستخدم الوسادة الهوائية فيه، احنا خدنا الوسادة الهوائية خدناها واحنا بنتكلم على قانون نيوتن الاول. دي بتستخدم لتقليل قوة الاحتكاك اللي حطوه الكرة عليها عشان تفضل مستمرة في الحركة. الكميات الفيزيقية الاساسية وتشمل ايه الاساسي عندي؟ عندي الطول و الكتلة والزمن. طب لو انا سألتك الكميات المشتقة ده انا عندي السرعة وعندي القوة وعندي العجلة، انما الاساسية هم التلاتة اللي موجودين عندي دول. اختر الاجابة الصحيحة. وحدة قياس الوزن ومدي لك نيوتن، نيوتن لكل متر، والكيلو جرام. الوزن انا بقيسه بايه يا اولاد؟ الوزن ده قوة، مقدار قوة جذب الارض للجسم، يبقى هقيسها بالايه؟ بالنيوتن. السؤال الثاني بيقول لي المول، المول وحدة قياس ايه؟ قوة الإضاءة ولا الحرارة ولا كمية المادة؟ لا، المول هو وحدة قياس كمية المادة. طيب الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الأول، احنا خدنا صيغة نصية وصيغة رياضية. الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الأول سيجما اف بتساوي صفر. اذكر اسم المفهوم العلمي. لو جه قال لي بقى المؤثر الخارجي الذي يغير من سرعة الجسم مقدارا أو اتجاها أو كليهما، هنا أقصد بيها يا أولاد القوة. والقوة احنا قلنا ان احنا بنرمز للرمز بتاع الكمية بأول حرف من اسمها بس باللغة الإنجليزية. فالقوة اسمها فورس، فعشان كده الحرف الأولاني بتاعتي بتاع الرمز بتاعها هو الإف. ناخد بالنا عشان احنا هنستعمله كتير جدا في الدروس القادمة. يبقى القوة هي عبارة عن ان هي مؤثر خارجي بيغير من سرعة الجسم مقدارا او اتجاها او كليهما. ممكن يكون الجسم سريع او اقلل من سرعته، ممكن يكون الجسم سرعته قليلة فازودها او اغير من الاتجاه بتاعه. اتزان القوة، القوة في عندي حاجتين، يا اما تبقى قوة متزنة يا اما تبقى قوة غير متزنة. القوة المتزنة معناها ان الطرفين متساويين مساويين بعضهم. القوة غير المتزنة احد القوتين اكثر من الثانية. تعالوا نشوف كده الفيديو ده ونشوف هيوضح ايه. ادي المجموعة دي في بينهم حبل، وشايفين في منديل لونه احمر فوق القمع كده. هنا في الحالة دي القوتين متساويتين وفي عكس الاتجاه، فما فيش حاجة هتحصل، دي اسمها ايه؟ قوة متزنة. طيب تعالوا نشوف كده لو احد الاطراف زادت سرعة، زادت القوة بتاعته، لا هنا دي اصبحت قوة ايه؟ قوة غير متزنة، عشان احد الاطراف هو اكتر من التاني. طيب ايه هي انواع القوة عندي؟ اول نوع هو القوة الجاذبة المركزية،
أو بيطلق عليها اسم القوة التثاقلية. النوع الثاني قوة قهرو مغناطيسية. النوع الثالث قوة نووية صغيرة. الرابع قوة نووية كبيرة. بصوا يا أولاد، ده قانون القوة، الـ F بتساوي M في A. M احنا أخدناها قبل كده وعرفنا إن هي بترمز للكتلة، عشان برضو الحرف الأولاني من اسمها، والـ A العجلة. يبقى F بتساوي M في A، وده ما يطلق عليه اسم القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن ده قانون مهم جدا ويعتبر من أهم القوانين الفيزيقية. بيقول لي هنا اذكر قانون نيوتن الثاني مع كتابة الصيغة الرياضية. قانون نيوتن الثاني بيقول لي ايه؟ القوة المحصلة المؤثرة على جسم ما تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. والقانون الصيغة الرياضية بتاعته بيقول لي F بتساوي M في E. خلونا شوية كده على التعريف ده. القوة المحصلة يعني ايه؟ يعني مجموع القوة على جسم ما تساوي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. احنا سبق واخدنا كمية التحرك الحلقة اللي فاتت، اللي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي ام في. لما اقول معدل زمني او معدل التغير، يبقى انا بتكلم على زمن. يبقى تعالوا نثبتها كده. ممكن يجي يقول لك ايه؟ اثبت ان. ما نخافش، الاثبات سهل جدا وبسيط. الاثبات معناها ان انا عايز اعرف الناحية اليمين بتساوي الناحية الشمال. بداية كده بقول F بتساوي دلتا، ده التغير بتاع كمية التحرك على التغير في الزمن. يبقى ادي معدل التغير في كمية التحرك. طيب تعالوا نبص كده معايا. انا ممكن كده الكتلة تقول لي لا، انا مش عاي انا ما بتغيرش، الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. اذا في الحالة دي الكتلة هتطلع بره التغير. يبقى M دلتا V على دلتا تي، يبقى التغير ده هيحدث في السرعة وفي الزمن. طب انا ممكن اكتبها بالصيغة دي كده، اف بتساوي الام لوحدها ودلتا في على الدلتا تي. مين اللي يقول لي القانون ده؟ احنا شفناه قبل كده فين؟ دلتا في ودلتا تي دي احنا اخدناه قبل كده في درس سابق. ده قانون العجلة. العجلة بتساوي دلتا في على دلتا تي. العجلة مقدار التغير فين؟ في السرعة. يعني انا كده ممكن ببساطة اشيل بقى انا الجزئية دي اللي هي دلتا في على دلتا تي واكتب مكانها الايه. شفتوا الاثبات سهل ازاي؟ ما فيهاش اي مشكلة. طيب تعالوا نشوف بقى كمان تعريفات. واحنا قلنا ساعات بيبقى التعريف قدام مني صعب ان انا احفظه، قلنا ان احنا نقسمه نفهمه هنلاقي نفسنا بنقوله بمنتهى السهولة. الفيزياء يا اولاد عايزة فهم. تعالوا نشوف كده. هو بيقول لي عرف النيوتن. هو النيوتن ده عبارة عن ايه؟ هو القوة التي اذا اثرت على جسم كتلته 1 كيلو جرام تكسبه عجلة مقدارها 1 متر لكل ثانية تربيع. طب تعالوا نشوف كده. انا عندي القانون بتاعي افتكره كان بيقول لي اف بتساوي ام في ايه. يعني انت عايز تقول لي ان النيوتن ده عبارة عن القوة، ايوه، اللي بتأثر على مين؟ على جسم كتلته. الكتلة هي اللي هي الام. طب هي وحدة قياس الكتلة ايه؟ الكيلو جرام. يبقى القوة دي هتؤثر على جسم كتلته 1 كيلو جرام، فتكسبه عجلة الايه دي اللي هي العجلة. طب وحدة قياس العجلة كانت ايه؟ متر لكل ثانية تربيع. يبقى اذا انا من القانون اللي انا لازم هبقى حافظه عشان خاطر احل عليه مسائل، ممكن قوي يجيب لي التعريف. يبقى اقول كده ان نيوتن هو عبارة عن القوة التي اذا اثرت على جسم كتلته 1 كيلو جرام هتكسبه عجلة مقدارها 1 متر لكل ثانية تربيع. يبقى القانون خلاني ايه؟ خلاني عرفت اقول النص بتاعي. طيب تعالوا نشوف نوع تاني من الاسئلة. السؤال بيقول لي يزداد كتلة الجسم، بزيادة كتلة الجسم العجلة اللي بيتحرك بها يحصل لها ايه؟ الكتلة بتاعتي زادت، العجلة يحصل لها ايه؟ العجلة بتقل، لان التناسب بينهم تناسب عكسي. طيب بزيادة القوة ايه اللي هيحصل للعجلة؟ العجلة هنا هيحصل لها ايه؟ هتزداد، لان كتلة الجسم ثابتة يا ولاد، واف بتساوي ام في ايه. طالما الكتلة ثابتة يبقى كل ما القوة هتزيد شيء طبيعي ان العجلة هتزيد. تعالوا نشوف السؤال ده كده. الكتلة بتتغير ولا لا تتغير بتغير المكان؟ لا، احنا قلنا ان الكتلة ثابتة ولا تتغير، يبقى الكتلة لا تتغير بتغير المكان. يبقى حتى ممكن لو السؤال فيه نقطة فهم، انت برضو ممكن عن طريق حفظك للمعادلة تقدر انك انت تحلها. طب تعالوا نشوف كده التناسب. طبعا التناسب يا اما طردي يا اما عكسي. كلمة طردي يعني ايه يا اولاد؟ كلمة طردي ان كل ما الحاجة دي زادت الشيء اللي قدام منها بيزيد. كلمة عكسي يبقى هما عكس بعض، احد العناصر هيقل يبقى التاني ايه؟ التاني هيحصل له زيادة. فالتناسب طردي ولا عكسي؟
تعالوا نشوف كده تتناسب العجلة مع القوة. احنا لسه قايلين ايه العجلة بتتناسب ايه مع القوة؟ بتتناسب طردي. العجلة تتناسب طردي، كلما زادت العجلة كلما زادت القوة، والعكس صحيح، كلما زادت القوة المؤثرة على الجسم هتزيد العجلة بتاعته. طب الكتلة؟ لا، الكتلة بتتناسب عكسي مع مقدار العجلة اللي بيتحرك بيها. يعني ايه عكسي؟ يعني كلما زادت الكتلة كلما قلت العجلة، كلما قلت العجلة هتزيد الكتلة والعكس. نشوف السؤال ده كده اكمل. النيوتن، النيوتن بيساوي كيلو جرام بوينت متر لكل ثانية تربيع، ووحدة قياس كمية التحرك كيلو جرام بوينت متر لكل ثانية تربيع. طيب تعالوا بقى يا ولاد نفهم الجزئية دي مع بعضينا بالورقة والقلم كده، ونشوف احنا هنحفظها ازاي. انا دلوقتي الارقام دي بالنسبة لي او الرموز دي بالنسبة لي صعبة شوية، همسك القانون بتاعي وابدأ اوضح ازاي انا اقدر اجيب الوحدات ديت بمنتهى السهوله. انا عندي القانون بتاعي بيقول لي ان اف بتساوي ام في ايه. يعني الاف عندي بتساوي ام اللي هي الكتله في ايه. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان القوه بالايه؟ بالنيوتن. طيب انا عارف ان الكتله بايه؟ بالكيلوجرام. طب ودي علامة ايه؟ علامة ضرب، انزلها بوينت كده. والعجلة بالمتر لكل ثانية تربيع، اذا الواحد نيوتن يساوي كيلو جرام بوينت متر لكل ثانية تربيع. يبقى من الوحدات الصغيرة بتاعتي انا قدرت اجيب الوحدة اللي انا ايه مش عارف احفظها. طب تعالوا نشوف كده كمية التحرك، هننفذ عليها نفس الكلام، كانت بتساوي ايه؟ بتساوي ام في في. طب انا عايز اجيب وحدة قياس كمية التحرك، هقول ان الام عندي كانت بايه؟ كانت بالكيلو جرام، وعلامة الضرب دي هنزلها بوينت، والفي اللي هي السرعة ما انا عارف انها بمتر لكل ثانية، دي سهلة. يبقى كمية التحرك بقت ايه؟ كيلو جرام بوينت متر لكل ثانية. طب تعالوا نعمل نفس الموضوع في معادلة الابعاد يا ولاد، هنلاقيها سهلة برضو جدا. تعالوا نشوف كده، لو انا قلت معادلة الابعاد بتاعتي كانت السرعة، معادلة أبعادها كانت ال تي سالب واحد. طيب العجلة دي سهلة خالص كده، بتساوي ال تي سالب اتنين. طب أنا لو كنت عايز أجيب بقى معادلة أبعاد القوة، نفس الفكرة يا ولاد، القوة عبارة عن ام في ايه؟ احنا عارفين معادلة أبعاد الكتلة بالام، وادي النقطة دي علامة الضرب، يبقى أنا هضرب في الإيه؟ في اللي بعديها. طب ومعادلة أبعاد العجلة ال تي سالب 2، إذا معادلة أبعاد القوة هي ام ال تي سالب 2، ما فيهاش حاجة صعبة. طب نعملها كده مع معادلة أبعاد كمية التحرك، معادلة أبعاد كمية التحرك، ها يلا نعملها نفس الأمر، كانت ام في إيه؟ في في، ام في. طيب هي الام كانت بايه؟ ب ام، والفي كانت ال تي سالب واحد، اذا بقى اصبحت معادله الابعاد ايه؟ ام ال تي سالب واحد. يبقى من معرفتي ليه المعادلتين البساط الاولانيين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده وخدناهم في الحلقه اللي فاتت، اقدر اجيب المعادلات الابعاد دي واحفظها. زي ما هنشوف دلوقتي لو جه قال لي كده على الشاشه وقال لي احنا عايزين اذكر معادلة الأبعاد لكل من، قال لي القوة، سهلة اهي، ام ال تي سالب 2. طب أنا هنساها؟ لا، ما أنا عارف إن هي ام يعني الكتلة، والال تي سالب 2 دي العجلة. طب لو جه قال لي معادلة أبعاد كمية التحرك، كمية التحرك أهي ام ال تي سالب 1، وبالتبعية السهلة عندي بالنسبة لي العجلة ام ال تي سالب 1 ما فيهاش كتله، والسرعه ال تي سالب 2. يبقى معادلات الابعاد عندي مش صعبه، انا عندي 6، انت دلوقتي وانت بتتكلم حفظت معايا 4 عن طريق ان انا احفظ الاثنين الاولانيين السهلين. يبقى انا دلوقتي كده حفظت من معادلات الابعاد 4، ما حدش يقول عليها ايه صعبه. هو هيجي في الامتحان مش هيطلب منك ده، انت هيقول لك اذكر المعادله، لكن الطريقه اللي انا بقول لك بيها دي هي الطريقه السهله اللي انا ممكن اقدر احفظ فيها معادلات الابعاد. أصبحت ما عنديش مشكلة لا المسائل ولا معادلات الأبعاد لو أنا قريتها بتركيز شوية ونفذت كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب تعالوا نبص كده على المسألة دي. جسم كتلته 25 من 100 كيلو جرام،
يتحرك بسرعة تتغير بمعدل 20 متر كل ثانية كل 5 ثواني. احسب القوة المؤثرة. ده القانون بتاعي كان بيقول ايه يا اولاد؟ القانون بتاعي كان بيقول ان اف بتساوي ام في ايه؟ ام في ايه؟ طيب انا دلوقتي الكتلة عندي ب 25 من 100 والسرعة 20 والزمن 5. طب ما انا ممكن اكتب القانون بالصيغة دي، ام في دلتا في على دلتا دي؟ مفيش مشكلة، وهبدأ اعوض بمنتهى السهولة. الكتلة بتاعتي بعوض عنها ب 25 من 100 كيلو جرام، والسرعة ب 20، الزمن ب 50، وانت معاك آلة حاسبة هتحط المعادلة زي ما هي كده وهيطلع لي 1. وما انساش ان القوة يا ولاد احنا قلنا عليها بالايه؟ بالنيوتن. طيب هنتكلم على الكتلة التساقلية، ويمكن في ناس شوية بتستصعبها، لكنها طالما انت فهمت القوانين اللي فاتت هتلاقي الامر بالنسبة لك سهل. الكتلة التساقلية دي يا ولاد هي عبارة عن ايه؟ النسبة بين عجلة وحدة الكتل وعجلة الجسم نفسه. طب في صعوبة فيها، طب تعالوا نشوف الإثبات بتاعها. لو أنا عندي قوة بتأثر على جسمين، نفس القوة أثرت على الجسم الأولاني اللي هو اسمه ام واحد، فأكسبته عجلة مقدارها ام ايه واحد. نفس القوة دي بالظبط لو أثرت على جسم كتلته ايه ام اتنين هتكسبه عجلة مقدارها ام ايه اتنين. طب ادي اهو، ادي القانون بتاعي، ادي القوة عندي أثرت على الجسم اللي هو ام واحد، أكسبته عجلة مقدارها ايه واحد. الكتلة أثرت على الجسم، القوة أثرت على الكتلة اتنين، فأكسبته عجلة اسمها اتنين. بما ان اليمين بتساوي اليمين، اذا الشمال بتساوي الشمال يا ولاد ولا لا؟ يبقى اذا بما ان القوتين متساويتين، اذا ام واحد ايه واحد بتساوي ام اتنين اتنين. ده اول جزء في القانون وفي الاثبات. في تاني. ما هي العملية كلها عبارة عن ان هي ايه؟ خطوات ورا بعض. طب لو انا عايزه اتخلص يا ولاد من الاي واحد واخلي الام واحد بس هنا، الاي واحد دي ايه؟ مضروبه، هوديها الناحيه التانيه عكس الايه؟ عكس الاشاره، يعني هتبقى اسم هحطها. ادي خطوه في منتهى السهوله. يبقى الطرفين متساويين، عايزه الام واحد لوحدها، وديت الاي واحد الناحيه التانيه بعكس الاشاره. طيب لما تكون الام اتنين دي الكتله الجسم التاني بتساوي 1 كيلو جرام، يعني انا في الحاله دي هعمل ايه؟ هشيل دي، هشيل الام دي واعوض عنها بايه؟ بواحد. طب تعالوا بقى نشوف الكتله التساقليه من القانون. هي عباره عن ايه؟ عن عجله ايه؟ عجله مين؟ الجسم اللي كتلته واحد، يبقى عجله وحده الكتل الى، ما هي النسبه حاجه الى حاجه، شايفين الكسر اللي قدام مني؟ عجله وحده الكتل الى عجله الجسم نفسه. تاني كده التعريف، هي النسبه بين عجله وحده الكتل وعجله الجسم نفسه. يبقى انا التعريف بتاعي ممكن احفظه او اقوله عن طريق ان انا افهم القانون بمنتهى السهوله. طيب يبقى الكتله التساقليه تساوي النسبه بين عجله وحده الكتل وعجله الجسم عندما يتاثران بنفس ايه؟ بنفس القوه. طب تعالوا نشوف كده مساله على الجزئيه دي. اثرت قوتين متساويتين على جسمين مختلفين، الاول كتلته مجهوله، يعني معنى كده ان انا عندي الام واحد مجهوله، فتحرك بعجله 6 متر لكل ثانيه تربيع، والثاني كتلته 1 كيلو جرام، ها، فتحرك بعجله 3 متر لكل ثانيه تربيع. الناس اللي ماسكه معايا كده يكتبوا البيانات، فما مقدار الكتله التساقليه للجسم المجهول. بص يا اولاد المساله هنا دلوقتي ذكرت لي ايه؟ ذكرت لي كتله وعجله. ايه القانون عندي اللي بيشمل الكتله والعجله وهما جسمين؟ هو القانون بتاع الكتله التساقليه. يبقى انا عندي الكتله الاولانيه مجهوله، يبقى ام واحد مجهوله، العجله بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي هي 6، الجسم الثاني كتلته 1 كيلو جرام، العجله بتاعته اللي هو ايه؟ 3. ادي البيانات بتاعتي، الكتله الاولانيه مجهوله، الكتله الثانيه مقدارها 1، العجله بتاعت الجسم الثاني 3، العجله بتاعت الجسم الاولاني كانت 6. ادي القانون بتاعي، ام واحد على ام 2 بتساوي ايه 2 على ايه 1. هبدا اعوض، ادي الام 1 مجهوله هسيبها زي ما هي، ام 2 ب1، الاي 2 ب3، والاي 1 ب6. هنضرب طرفين في وسطين، اذا هضرب كده ام 1 في 6 هتساوي ال3، وهودي ال6 دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره عشان هنا هي ضرب، هيطلع عندي نص. انا بجيب ايه يا اولاد؟ بجيب كتله، الكتله وحده قياسها ايه؟ ها، الكيلوجرام، زي ما خدناها. يبقى كل الدروس ايه؟ بتفيد بعضيها. انا عرفت الوحدات بتاعت القياس، وعرفت الكميه الفيزيقيه وحدتها ايه، هستعملها في المساله. والمساله عندي لازم أن يكون فيها قانون وفيها تعويض
وفيها نتيجة وفيها تمييز أو وحدة قياس في الآخر. أي جزئية بغسلها في المسألة بس بنقص الدرجة بتاعتها، وما فيش مسألة تحل بدون قانون. والقانون أنا أجيبه إزاي؟ أجيبه عن طريق إني أنا أشوف المعطيات بتاعتي. مجرد ما حطيت المعطيات بتاعتي في المسودة وبدأت أعرف إنه لما يقول لي كتلة أكتب إم، لما يقول لي عجلة أكتب إيه، هلاقي نفسي لوحدي ظهرت معايا مجموعة من الرموز. المجموعة دي هتدلني أني قانون اللي بيحتوي على مجموعة الرموز ديت. طيب تعالوا نشوف كده، إحنا بقينا شطار بقى خلاص في المسائل. جسم كتلته 4 كيلو جرام، يبقى أتكلم على الكتلة اللي هي برافو إم. يتحرك على سطح خشن بسرعة 15 متر كل ثانية، وتوقف على بعد 20 متر على السطح الخشن، فما مقدار قوى الاحتكاك؟ ايه ده؟ ده بيتكلم هنا ومديني كتلة ومديني سرعة، ورجع قال لي انا عايز ايه؟ عايز قوة. طب انا ما جابش سيرة العجلة، طيب حتى عشان خاطر اقول ايه؟ اقول ان القوة عبارة عن كتلة في عجلة، ده اداني سرعة، اعمل ايه بالسرعة دي؟ خد بالكوا يا اولاد، بيقول لي ايه؟ الجسم اتحرك بسرعة 15 متر لكل ثانية وتوقف. كلمة توقف يعني ايه؟ يعني السرعة النهائية بتاعتي بقت صفر. هو الجسم لما يكون متحرك ويبدأ يقف، سرعته هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. يبقى اذا انا من الجملة دي عرفت ان انا عندي سرعة ابتدائية مقدارها 15، سرعة نهائية مقدارها صفر، وعندي كتلة وبرضو عايز القوة. طب انا ممكن من السرعة الابتدائية والسرعة النهائية دي اجيب العجلة؟ ممكن. عارفين ليه؟ لانه مديني مسافه، مديني مسافه، يبقى انا عندي مسافه وعندي سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه. تعالوا نشوف كده اهو، السرعه الابتدائيه عندي ب15، السرعه النهائيه بصفر، وعرفتها من انه قال لي كلمه توقف. المسافه عندي الديستنت بتاعتي دي ب20، وعايز القوه. الخطوه الاولانيه ان انا اجيب العجله. هشتغل على القانون اللي هو في اف تربيع بتساوي في نوت تربيع زائد 2 اي دي. ولما تسألني سيادتك ليه انا اخترت المعادلة دي من ضمن الثلاث معادلات، هرجع تاني واقول لك هو مديني الدي، ومديني اللي هي المسافة، ومديني سرعة، ما جابش سيرة زمن. المعادلة الاولى ما كانش فيها زمن، المعادلة التانية سوري ما كانش فيها مسافة، والمعادلة التانية كان فيها زمن. يبقى مش هقدر اشتغل على لا المعادلة الاولى ولا التانية من معادلات الحركة، واشتغلت على المعادلة التالتة. طب يلا نعوض كده. انا بعوض ازاي؟ بشيل الرمز اللي عندي واحط قيمته. ادي الفي نود 15 تربيع زائد، ما انساش ان دي علامه زائد، وكل الجزء اللي بعد كده ده قيمه واحده 2 اي دي، 2 في سالب اي في 20. ليه حطيت في الاي سالب يا ولاد؟ هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي حتى توقف، وقال لي انه كان ماشي على سطح خشن، يبقى السرعه الابتدائيه بتاعتي اكبر من السرعه النهائيه، يبقى بيتحرك بعجله تقصيريه اشارتها سالبه. احنا هنجمع كل الضرب ده مع بعضهم، دي في عملية التوزيع، يبقى سالب 400 ايه زائد 225، القيمة دي كلها بتساوي ايه؟ بتساوي الصفر. منها هودي ال 400 ايه الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 400 ايه بتساوي 25. عن طريق الآلة الحاسبة طلعتها 6/10، وما انساش التمييز بتاعي اللي هو متر لكل ثانية تربيع. نيجي بقى للقانون بتاعي. انت طالب اصلا مني طالب القوه، ماشي، انت مديني الكتله، وانا عن طريق البيانات بتاعتي جبت مين؟ جبت العجله. لو ضربت الكتله في العجله هيديني الايه؟ هيديني القوه. يبقى اذا المسائل عندي ممكن احلها بمنتهى السهوله، والقوانين انا شايفاها، ادي الكتله هعوض عنها ب4، والايه ب6/10، هتطلع 22.4/10. وما انساش يا اولاد ان القوه تقاس بالايه؟ القوه تقاس بالنيوتن. تعالوا نشوف السؤال ده كده. احنا عندنا حاجه اسمها الكتله والوزن. للاسف الشديد احنا لما بنروح نقول احنا عايزين نوزن نفسنا ونطلع على الميزان عشان ايه؟ نوزن نفسنا. انت الميزان ده بيقيس وزنك، ما بيقيس كتلتك. الكتله هو مقدار ما يحتويه الجسم من ماده، لكن الوزن هو عباره عن مقدار قوه جذب الارض للجسم. يعني معناها ان الوزن ده عباره عن ايه؟ الوزن ده يا اولاد عباره عن الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي مين؟ اللي هي جي. بس كده؟ لا، الكتلة عندي ثابتة لأنها مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. إذا الكتلة ثابتة قياسية، لكن الوزن كمية متجهة ومتغيرة بتغير المكان، وهنعرف ليه. الكتلة بقيسها بالكيلو جرام. الوزن أنا بعتبره قوة دفع جذب الأرض للجسم، فبالتالي بيقدر بيه النيوتن.
المعادلات اللي احنا بنجيبهم بيها الكتلة القصورية اللي هي ام واحد بتساوي واحد في سوري الكتلة التصقلية ام واحد بتساوي واحد في اي اتنين على اي واحد، والكتلة القصورية اللي هي ام واحد بتساوي واحد في في اتنين على في واحد، بينما الوزن بحسبه بالقانون اللي هو الدبليو، خدوا بالكم وبحط التي صغيرة جنبه كده عشان افرقه بينه وبين الشغل، الدبليو تي اللي هو الوزن الويت بتاعي عبارة عن الكتلة في العجلة. طب تعالوا نشوف السؤال ده كده، ضع علامة صح أو غلط. تقاس الكتلة بنيوتن. هنا بص يا ولد ما قاليش صح الإجابة، يبقى خلاص هنا في الحالة دي أنت في السيف سايد، حط العلامة بتاعتك. لكن الكتلة بتقاس بنيوتن؟ لا، الكتلة لا تقاس بنيوتن. مين اللي بيتقاس بنيوتن؟ الوزن. يبقى تقاس الكتلة بنيوتن هيبقى غلط. طيب الوزن هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم، فعلا ده تعريف الإيه؟ تعريف الوزن. وممكن برضو يجي لي في اذكر اسم الايه المفهوم العلمي. طب ليه يا اولاد الوزن بيختلف على الارض عنه عن القمر؟ عشان اختلاف عجله الجاذبيه الارضيه، عجله الجاذبيه الارضيه على القمر تعتبر سدس عجله الجاذبيه على الارض. يعني لو انت سيادتك وزنك 60 على الارض، على القمر هتبقى وزنك 10. ليه؟ لان الجاذبيه عندي ايه اقل. ولو شفنا رواد الفضاء وهم ماشيين تحس ان هم طايرين. ليه؟ لان الوزن بتاعهم خفيف جدا. طيب تعالوا نشوف السؤال ده كده كمان، اختر الاجابه الصحيحه. الكتله كميه قياسيه، وحده قياسها الكيلو جرام، ولا كميه متجهه، ولا كميه قياسيه؟ بص يا ولد احنا لسه قايلين دلوقتي ان الكتله كميه قياسيه، لكن طالما في اجابه اصح، يعني في اجابه صحيحه وفي اجابه اصح، في الحاله دي انا بحاسبك على الاجابه الاصح. ليه؟ لان في عندي اجابه بتقول انها كميه قياسيه ووحده قياسها الكيلو جرام، يبقى انا لو حطيت على تحت خط تحت كميه قياسيه بس يبقى انا غلط. ليه؟ لان في من ضمن الاقواس اجابه اكثر صحه، يبقى كميه قياسيه ووحده قياسها الكيلو جرام. طيب الوزن كمية متجهة ولا بيساوي الكتلة، ولا كمية متجهة ووحدة قياسها نيوتن؟ اه الوزن كمية متجهة، لكن في إجابة أصح اللي هي إيه؟ اللي هي كمية متجهة ووحدة قياسها النيوتن. اذكر اسم المفهوم العلمي. كمية قياسية تعتبر مقياسا للقصور الذاتي، ده تعريف للكتلة. و مقاومة الجسم لتغيير سرعته عند التصادم، ده تعريف بيعرف لي تاني الكتلة القصورية، ده تعريف آخر للكتلة القصورية. وزي ما قلنا إن كل ما الكتلة بتاعتي زادت كل ما قصورها الذاتي زاد، تبع لقانون إيه؟ نيوتن الأول، نظرية القصور الذاتي. ليه؟ كل ما الكتلة بتاعتي بتكبر بتحاول تحتفظ بحالتها، سواء كانت من حالة الحركة أو من حالة السكون، وما تتغيرش. زي ما قلنا لو جبنا دولاب تقيل جدا وحبينا إن إحنا نزقه عشان نحركه من مكانه هنلاقي فيه صعوبة. ليه؟ لأن كل ما زادت كتلة الأجسام زادت إيه؟ زاد قصورها الذاتي. يبقى مقاومة الجسم لتغيير سرعته دي تعتبر تعريف للكتلة القصورية. تعالوا نشوف الفيديو ده معانا. دلوقتي بتكلم على الوزن، رائد الفضاء بيبقى 60 على الأرض و10 على القمر. لكن لما اجي اتكلم على الكتلة اللي هي بالكيلو جرام، هلاقي ان وزنه على الارض 60 وكذلك وزنه على القمر 60 كيلو جرام، يبقى الكتلة هنا ايه؟ لا تتغير. مين اللي بيتغير؟ هو الايه؟ هو الوزن. طب نشوف بقى المسألة دي على موضوع الكتلة والوزن اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. بيقول لي جسم كتلته 1000 كيلو جرام، يبقى هو هنا اتكلم على الكتلة اللي هي ام. اوجد وزن الجسم على سطح الارض وعلى سطح القمر، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية 9.8 وعجلة الجاذبية على القمر سدس عجلة الجاذبية. تعالوا نحل المسألة كده. هنوجد الوزن على الأرض، احنا خلاص عارفين القانون اللي هو WT بتساوي M في G. لو أنا جيت كتبت الام اللي هي بألف في عجلة الجاذبية الأرضية ب9.8 على الآلة الحاسبة هتطلع عندي 9800 ايه؟ نيوتن، عشان الوزن تاني بنقيسه بالايه؟ بالنيوتن. طيب لو أنا عايز أحسب بقى الوزن على القمر، هلاقي إن أنا هاخد نفس الوزن اللي موجود على الأرض ولكن هعمل ايه؟ هضربه في سدس. ليه يا ولاد سدس؟ عشان الجاذبية على القمر سدس جاذبية الأرض، هيطلع 1633، وبرضو الوزن يا أولاد بيقاس بالإيه؟ بالنيوتن. تعالوا نتكلم على بقى قانون نيوتن الثالث.
قانون نيوتن الثالث بيقول لي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. تعالوا نعمل تجربة بسيطة، هات بالونة، قول لهم في البيت انا عايز بالونة عشان هعمل تجربة علمية، وانفخ البالونة وملاها بالهواء، بعد كده خلي فوهة البالونة لأسفل وسيبها من ايدك، ايه اللي هيحصل؟ البالونة هترتفع ترتفع ترتفع الى اعلى بقوة شديدة جدا لو انت مالي البالونة او نافخها على الاخر، وبعدين تعوض السقوط. طيب لو انت مالي البالونه شويه هواء صغيرين هيبقى ارتفاعها الى اعلى اقل شويه. ايه اللي حصل؟ ده قانون نيوتن الثالث، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الايه؟ في الاتجاه. البالونه سيادتك مليتها هواء وبعدين لما سبتها الهواء ده عمل ايه؟ خرج من الفتحه الى ايه؟ الى اسفل، وبالتالي اندفعت البالونه الى ايه؟ الى اعلى بنفس القوه. يعني القوتين متساويتين، لو سيادتك مالي البالونه هواء هترتفع الى اعلى بسرعه كبيره جدا وتندفع الى اعلى بسرعه، لو انت ماليها هواء شويه صغيرين هترتفع ايه؟ نسبه اقل. تعالوا نشوف كده القانون بتاع نيوتن الثالث بيقول لي ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. تعالوا نبص كده لعبه شد الحبل، هتبص تلاقي الاثنين متساويين، خدوا بالكم يا اولاد كده، ادي المنديل الفانوس هنا القوه في الاتجاه ده والناحيه الثانيه في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه المعاكس، شايفين الاسهم كده؟ طيب الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثالث بتقول اف واحد بتساوي سالب اف اتنين، اف واحد بتساوي سالب اف اتنين، اف واحد دي القوة الأولانية، التساوي ده بينهم، لكن الإشارة السالبة معناها عكس الاتجاه. احنا كنا بنقول القانون ايه؟ بنقول ان لكل فعل القوة الأولانية رد فعل ماله مساوي له في المقدار اللي هي علامة اليساوي دي، ومضاد له في الاتجاه اللي هي علامة ايه؟ علامة السالب دي. يجي يضحك عليك في الامتحان ويقول لك الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثالث اف واحد بتساوي اف اتنين، لا هتبقى غلط. يا ما احنا خدنا ان اف واحد بتساوي اف اتنين، لا لازم لابد من الإشارة، وإلا انت كده يبقى يعني بوظت القانون. القانون بيقول لي مساوي له في المقدار، يعني اف واحد بتساوي اف اتنين، ولكن كمان مضاد له في الاتجاه، يبقى انا عايز ايه؟ عايز الاشاره الايه؟ الاشاره السالبه. تعال بص كده على برضو حاجه جميله قوي، ازاي تعرف ان الكل فعل رد فعل؟ قوم اخبط الحيطه هتلاقي الحيطه بتخبطك بنفس القوه. طب انا ما شفتش حيطه بتخبطني، الحيطه ما اتحركتش من مكانها. طيب جرب كده تخبط الحيطه جامد قوي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ايدك وجعتك. ليه؟ لان كل ما زادت القوه اللي انت خبطت بيها الحيطه، الحيطه هترد عليك بقوه ايه؟ بقوه قدها بالظبط. طب نحط صباعنا على الترابيزه، زي ما انت يبقى في قوه فوق الترابيزه كده، الترابيزه بتدفعك بنفس القوه. طب انا ما شفتش الكلام ده، ده الترابيزه واقفه مكانها. طب جرب كده دوس عليها بالجامد قوي كده، هتدوس ليها صباعك وجعك. ليه؟ لان انت لما بدات تزود القوه بتاعتك الترابيزه كمان زودت القوة بتاعتها في عكس الاتجاه، وبالتالي انت شعرت بالايه؟ بالألم اللي موجود في ايدك. طب تعالوا نشوف الفيديو ده كده، الأجسام بتاعتنا بتبقى واقفة على الأرض، احنا لينا قوة بتؤثر إلى أسفل، ده اللي أنا بسميها ده الفعل. الأرض بترد عليا بقوة اسمها قوة رد الفعل، بتزق الجسم بتاعي إلى ايه؟ بتدفعه إلى أعلى، القوتين في نفس الاتجاه لأسفل دي قوة الدفع، لأعلى دي قوة رد الفعل، يبقى ده فعل ورد الفعل، والقوتين بيبقوا متساويين. طب أنا ما بشوفش الأرض بتزقني ولا حاجة، هي الأرض أساسا بتتحرك؟ الأرض بتتحرك. تعالوا نشوف كده السؤال ده، نركز معايا كويس قوي، بيقول لي يقف السباح كتلته 60 كيلو جرام نحو الماء، ما العجلة التي تتحرك بها الأرض أثناء سقوطه، علما بأن كتلة الأرض 6 × 10^26 كيلو جرام، وعجلة الجاذبية الأرضية 9.8 متر لكل ثانية تربيع. أهو ده المسألة بتقولك الأرض بتتحرك. طب إحنا ليه ما بنشعرش بحركة الأرض؟ علشان خاطر كتلة الأرض كبيرة جدا. إحنا بنقول دلوقتي إيه؟ القوة بتساوي إيه؟ كتلة في عجلة، فكتلتها كبيرة جدا جدا جدا، فالعجلة بتاعتها إيه؟ صغيرة. وعشان كده احنا ما بنلاحظ حركة الارض لينا، يعني انا زي ما انا واقف كده والجاذبية بتشدني نحو الارض، الارض كمان بيبقى ليها رد فعل لوزني دوت او لكتلتي، وبتبدأ تدفعني الى اعلى. ايوان طيب السباح يا اولاد لو حد بيروح تمارين سباحة عشان يجي يقفز الى الماء بيعمل ايه؟ بيضرب الارض برجليه
عشان الارض تدفعه بقوه قد القوه اللي هو دفعها بيها. انا لما بخبط رجليا في الارض جامد كاني انا بزق ايه، بزق الارض، شيء طبيعي ان رد فعل الارض انها ايه، هتدفعني الى ايه، الى اعلى، عشان يكتسب ايه، يكتسب قوه قبل ما يقفز في الايه، في الماء. يبقى السباح بتاعي ده ليه كتله اللي هي كانت 60، وفي قوه جذب الى اسفل اللي هي ايه 9.8 من 10 اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه، بينما الكره الارضيه او الارض عملت ايه، دفعته الى ايه، الى اعلى. اوكي، وهو اداك الكتله، هو عايز بقى العجله اللي اتحركت بيها الايه، الارض. تعالوا نشوف الفيديو ده كده ونشوف الحركه بتاعت السباح عشان نفهم المساله بتاعتي. ادي السباح وهو بينزل، تعالوا نشوفها كده بالسلو موشن. بص بيزق الارض عشان خاطر ايه، عشان خاطر ينزل. هو بقى عايز دلوقتي القوه اللي دفعته بيها الارض. دلوقتي احنا كنا بنقول ان اف 1 بتساوي سالب اف 2. طيب ما هي الاف دي عباره عن ايه؟ عباره عن ام 1 زائد ام 1 مضروبه في ايه 1، وتساوي الناحيه الثانيه الكتله الثانيه اللي هي ام 2 2، وما انساش العلامه السالبه لانهم ايه؟ قوتين عكس بعض. هبدا يا اولاد اعوض، الاولاني ده كتله السباح في عجلته، يبقى 60 في 9.8 من 10 اللي هي قوه او عجله جذب الارض، بتساوي 6 في 10 اس 26، دي كتله الارض لانها كتله كبيره جدا. وكلمه الاس دي يا اولاد يعني معناها ان انا عندي 6 وقدام منها كام؟ قدام منها 26 صفر. 10 6 في 10 اس 26 دي كتله الارض في سالب العجله اللي بيتحرك بيها اللي هو طالبها. خلاص رياضيا بقى انا بشتغل، هاخد القيمه اللي مضروبه جنب الاي ديت اللي هي 6 في 10 اس 26 واعمل ايه، اوديها الناحيه الثانيه. طب هي هنا دي ايه، ضرب، تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، تروح ايه، تروح اسمها. وانا معايا الاله الحاسبه بتاعتي هشتغلها مساله رياضيه عاديه، هتبقى سالب 9.8 من 10 في 10 اس سالب 23، العجله صغيره جدا، سالب 23 يعني ده انا 9.8 من 10 بقسمها على 1 وقدام منه 23 صفر، لان العجله اللي بتحرك بيها الارض قليله. وليه الحركه قليله؟ لان ليه العجله قليله؟ لان كتله الارض كبيره جدا. طب هم كانوا عرفوا كتله الارض؟ اه هم عرفوا كتله الارض. هم جابوا بقى ميزان كبير كده ووزنوا الارض وعرفوا الكتله بتاعتها؟ لا، الكتله بتاعت الارض تم حسابها رياضيا زي ما هناخد في الدروس القادمه ان شاء الله، ازاي يقدروا يحسبوا كتله الارض عن طريق التعويض في العمليات الرياضيه. بياخدوا القطر بتاع الارض ويبداوا يشتغلوا في عمليه رياضيه ويجيبوا لي الكتله بتاعه الارض. طيب بص يا اولاد على السؤال ده، ضع علامة صح أو خطأ. احنا النهاردة اتكلمنا في أسئلة كتيرة ومتنوعة، وممكن السؤال يجيلي بكذا شكل، لكن ده عشان نثبت المعلومة اللي عندنا. ضع علامة صح أو خطأ مع إيه؟ مع تصحيح الخطأ. لو قال لي مع تصحيح الخطأ ما انساش إن أنا أعمل إيه؟ أبدأ أحط الإيه؟ أحط الإجابة الصحيحة بتاعتي. بيقول لي الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثالث اف 1 بتساوي اف 2. لأ لأ ما يضحكش علينا، لأ دي إجابة خاطئة. أمال إيه الإجابة الصحيحة؟ المفروض إن هو إيه؟ يقول لي اف 1 بتساوي سالب اف 2. السؤال ده بيقول لي أكمل. تتساوى القوة المؤثرة على جسم مع العجلة التي يتحرك بها عندما تكون كتلة الجسم. ده يا ولاد سؤال عايز بس تفكير. انا دلوقتي بقول ان الاف بتساوي ام في ايه، امتى الاف تساوي الايه؟ ده رياضه. الاف هتساوي الايه لما تكون الام بايه؟ الام بواحد، عشان تبقى الاف بتساوي واحد في ايه، يبقى هنا في الحاله دي الاف بتساوي العجله لما تكون كتله الجسم بتاعي واحد. طيب يا اولاد بقى احنا كده دلوقتي اتكلمنا على ثلاث قوانين لنيوتن السنه دي. علينا القانون الاول لنيوتن اللي الصيغه الرياضيه بتاعته بتقول لي سيجما اف بتساوي صفر. القانون الثاني بيقول لي ام اف بتساوي ام في ايه، واخدنا عليه مسائل رياضيه واشتغلنا عليها. والقانون الثالث اللي بيقول لي اف 1 بتساوي سالب اف 2، وهي في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه. اوعى يا اولاد نتلخبط في الصيغه الرياضيه، الصيغه الرياضيه سهله جدا للثلاث قوانين، قوانين نيوتن بالنسبه لي فيها منتهى السهوله، النص بتاعها اقدر اجيبه حتى من ايه؟ من الصيغه الرياضيه بتاعتي او العكس. القانون الاولاني لنيوتن اللي بيطلق عليه اسم قانون القصور الزائد.
المسائل بتاعتنا سهلة، احنا منهج الفيزياء منهج جميل وحلو، ولو احنا بدأنا نحل المسائل كده هنلاقي العملية سهلة، بدأنا نحفظ مع بعضينا المنهج الظريف الجميل بتاعنا دوت، هيبقى بالنسبة لنا سهل جدا، ومع بعضينا كده اي سؤال احنا مش عارفين نحله نبدأ نشوفه ده فين الدرس بتاعه، اقراه اشوف الدنيا دي ماشية معايا ازاي. الامتحان بتاعي هيبقى فيه أسئلة، فيه واستمتعت بالحلقة معاكم، يا رب تكونوا يعني استفدتوا منها، ودايما نلقاكم على خير، واوعوا تنسوا مذاكرة الفيزياء. الفيزياء عندي قوانين حل عليها مسائل عشان تثبت، تعريفات اكتبها احفظها زي ما بتحفظ الاغاني، سجل التعريف بصوتك على الموبايل واسمعه، حط السماعات في ودنك واسمعها هتحفظ. والقاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.